حياكم الله أينما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. أكدت وزيرة المالية في العراق طيفة إسامي أن إطلاق رواتب الموظفين في كردستان العراق خلال الشهر الجاري مرهون بتقديم قوائم الأسماء وتوطينها في المصارف العراقية لصرفها خلال الأشهر المقبلة. وقالت الوزيرة إن رواتب الموظفين لعام 2024 مؤمنة بشكل كامل على حد تعبيرها، متعهدة بإرسال جداول موازنة 2024 إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها وإرسالها إلى البرلمان. في وقت سابق أصدرت المحكمة الاتحادية قراراً بإلزام توطين جميع أو رواتب جميع موظفي الجهات الحكومية في المركز وكردستان العراق في المصارف الحكومية العراقية. انخفضت قيمة الدينار أمام الدولار في أسواق بغداد وفي أربيل وفي بورصتي الكفاح والحارثية. سجل الدولار 1513 دينارا، فيما لم تتجاوز الأسعار يوم أمس 1510 دنانير لكل دولار. وسجل الدولار في محال الصيرفة داخل بغداد 1522 دينارا للبيع و1500 ودينارين للشراء، بينما سجل في أربيل 1513 دينارا للبيع و1512 دينارا للشراء. قرر المجلس الوزاري للاقتصاد في العراق تخفيض الرسوم الجمركية على المواشي والأغنام المستوردة بنسبة 50% ولمدة سنة واحدة. وأشار المجلس أنه نظرا لارتفاع أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق العراقية وللمساهمة في تخفيض الأسعار، وافق على طلب وزارة الزراعة وأوصى إلى مجلس الوزراء بتخفيض الرسوم الجمركية على الحيوانات الحية المستوردة لأغراض الذبح والتربية من المواشي والأغنام بنسبة 50% ولمدة سنة واحدة. انخفضت أسعار خامي البصرة الثقيل والمتوسط رغم ارتفاع أسعار النفط في أسواق النفط العالمية. وانخفضت أسعار خام البصرة الثقيل دولارا و74 سنتا ليصل إلى 76 دولارا و6 سنتات. وانخفضت أسعار خام البصرة المتوسط دولارا و74 سنتا ليصل إلى 79 دولارا و36 سنتا. وارتفعت أسعار النفط العالمي لتواصل مكاسبها لليوم الثالث على التوالي بعدما أثارت اضطرابات الشحن مخاوف بشأن الإمدادات. توقعت وزارة الخزانة الأمريكية تراجع الأسعار في 80% من دول العالم في العام الجاري 2024. وقالت الخزانة الأمريكية إن توقعات صندوق النقد الدولي والمؤسسات المعنية الأخرى حول التباطؤ واسع النطاق في الاقتصاد العالمي في عام 2023 لم يتحقق، مشيرة إلى أن النمو الاقتصادي بلغ أكثر من 3% وهو أفضل من المتوقع وأن التضخم انخفض. وتوقعت أن تستمر الأسعار في الانخفاض في حوالي 80% من البلدان هذا العام. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي في أمان الله.